الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تكملة لما سبق، تكلمنا سابقا في الحلقة الأولى عن أنواع اللقاحات اللي تم اعتمادها واللي يعني في طريقها إلى أخذ الاعتماد. هذه اللقاحات اللي تذكرون حكيناها، قلنا مجموعة من أنواع اللقاحات المعروفة اللي هي اللقاحات المضاعفة والحية المضاعفة واللقاحات المقتولة، وكذلك اللقاحات اللي حديثا تم إدخالها إلى سلسلة اللقاحات اللي اللقاحات الجينية واللقاحات المحمولة على الفيروسات أخرى، وكذلك اللقاحات اللي يعني تستخدم ما يسمى بالسبيونت أو أجزاء معينة من الفيروس. حديثنا هو يعني كان مركز عن لقاحات الكورونا الكوفيد 19. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن كيفية تحفيز المناعة للشخص بعد أن يأخذ اللقاح. بشكل عام أجسامنا تحتوي على الجهاز المناعي بشقيه، اللي يعرف بالجهاز المناعي البدائي والجهاز المناعي الآخر اللي هو يسموه الرئيسي أو الثانوي أو الثاني، الأول أو الثاني، أو بمعنى آخر باللغة الإنجليزية الصرفة النوع الأول اللي نسميه الإنيت إميون سيستم. والنوع الآخر اللي نسميه Adaptive Immune System. ولكل من هذه الأنظمة يعني كل واحد منهم إلى خصوصية وإلى أجزاء المعروفة في جسم الإنسان، لكن بشكل عام Innate Immune System هو يعتبر خط الدفاع الأول، واللي يعتبر يعني لا توجد فيه تحفيز لخلايا معينة، وإنما هي عبارة عن مصدات منها خارجية ونوعا ما تكون داخلية، من أمثلة مثلا الحامضية اللي موجودة على جلد الإنسان أو بعض الشعيرات الموجودة في الجهاز التنفسي العلوي ومجموعة أخرى من الحواجز اللي تمنع دخول بعض الجراثيم. الحديث هنا في حالة اللقاحات يتركز عن النوع الثاني اللي هو الأدابتيف إميون سيستم، وهذا الجهاز يتضمن تحفيز مجموعة من الخلايا المناعية اللي مهمة حقيقة في عملية يعني منح الشخص الملقح مناعة ضد الفيروس المعني، واللي هو حديثنا اليوم حيكون عن الكورونا أو الكوفيد 19. الأدابتيف إميون سيستم راح اختصرها هالشكل. الأدابتيف إميون سيستم يعني يأخذ شقين رئيسيين، مع بغض النظر عن تفاصيل كثيرة لعله تحتاج إلى محاضرات طويلة. بشكل عام عندنا ما يسمى بالتي سيل وما يسمى بالبي سيل، هذه أهم خليتين مناعيتين موجودة في جسم الإنسان. هذه التي سيل حقيقة تنقسم إلى أنواع كثيرة، نسميها تي هيلبر سيل ونسميها تي سايتوتوكسيك تي سيل. البي سيل اللي هي ما يعني نتيجتها النهائية تنطينا ما يسمى بالإميونوغلوبولين أو الأجسام المناعة، الأجسام المضادة المناعية أو الإميونوغلوبولين. اللقاحات اللي احنا ناخذها حقيقة تتضمن جرعتين، الجرعة الأولى تسبب لي تحفيز مناعي لأحد هذين الشقين، لأحد هذين هاتين الخليتين أو كلاهما أو كلاهما. فالغرض من عندها شنو؟ الغرض أنه تحدث لي مناعة يعني خلينا نقولها شكل بين قوسين مؤقتة، اللي مآلها تعطيني خلايا نسميها خلايا الذاكرة اللي هي الميموري سيلز. خلايا الذاكرة هذه هي المهمة في الجرعة الأولى. ليش؟ لأنه هتحفظ عندي شكل الجرثومة اللي أنا أخذت اللقاح
على أساسه في سبيل أنه في حالة تعرض الشخص الملقح إلى الجرثومة بشكل حقيقي راح يعني تتعرف عليه هذه الخلية، وبالنتيجة تعطيني نفس التحفيز المناعي اللي الشخص يعني الشخص شافه و يعني ظهرت عليه بعض العلامات المعينة بعد أن أخذ اللقاح بالجرعة الأولى. بشكل عام اللقاحات تتضمن جرعتين، الجرعة الأولى مثلا لو فرضنا الآن أن في اليوم الأول first day أخذ الجرعة الأولى، خلينا نقول عليها first dose، شنو راح يصير؟ راح يصير تحفيز لما يسمى قلنا الأدابتيف إميون سيستم، وهذا الأدابتيف إميون سيستم ممكن يكون تي سيل، ممكن يكون بي سيل، أو ممكن يكون كلاهما، لكن مآله بالنتيجة إنه أنا أحتاج إنه تتكون عندي قلنا عليه الميموري سيل، ميموري سيل اللي هي خلايا الذاكرة اللي راح تتذكر الجرثومة اللي أحتاج بها إنه أحتاج بها اللقاح. الجرعة الثانية من اللقاح هذه مهمة، ليش؟ لأنه تعتبر معززة للجرعة الأولى اللي هي بالنتيجة أيضا راح تشكل خلايا، أيضا راح تكون خلايا ذاكرة لكن بشكل أقوى. وطبعا كل ما كانت الفترة ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية أطول، كل ما كانت عملية يعني الاستجابة المناعية تكون أفضل، أو ما يسمى باللفظ الإنجليزي solidifying immune response اللي هي يعني تنطيني مناعة أقوى. أنواع اللقاحات اللي تم الحديث عنها سابقا اللي هي اللقاحات المقتولة، واللقاحات ما يسمى باللقاحات الجينية أو بالتحديد mRNA، واللقاحات اللي هي عبارة عن قطع اللي سميناها subunit تستخدم أيضا لعملية التلقيح. هذه اللقاحات بشكل عام شو يسوي لي؟ يسوي لي تحفيز استميليت المن لما يسمى بمجموعة خلايا يعني يطول شرحها، ولكن يفترض أنه أنتم في كليات الطب يفترض أنه تعرفوها، ما يسمى بالأنتيجين بريزنتينج سيلز، وهذه الخلايا اللي هي مهمتها أخذ الجراثيم أو أخذ المادة الغريبة الموجودة وتعرضها على الخلايا المناعية. طبعاً من اسمها أنتيجين خلايا عارضة أو خلايا مظهرة أو أنتيجين بريزنت مقدمة، خلينا نقول أنتيجين بريزنتينج سيلز، خلايا مقدمة للجسم الغريب للأنتيجين. فالأنتيجين بريزنتينج سيلز حقيقةً راح تروح تسوي لي ما يسمى ستيمولايشن للتي سيلز، وبالتحديد قلناها سايتوتوكسيك تي سيلز واللي هي خلايا مهمتها تقتل الخلايا اللي تمت إصابتها بالجراثيم وبالتحديد الفيروسات. كذلك تحفيز التي سيلز أيضا بعملية نوعا ما معقدة راح تؤدي إلى تحفيز البي سيلز. البي سيل أيضا بدورها بالنتيجة راح تعطيني ما يسمى بالأنتيبوديز أو الميونوغلوبولين، واللي هو هذا الأنتيبوديز يفترض يكون يعني ما يعرف بالمونوكلونال أنتيبوديز، يعني الأجسام المناعية الخاصة بمن بهذا الفيروس اللي أو جزء الفيروس اللي تم إعطاءه عن طريق اللقاحات. أيضا تحدثنا عن نوع آخر من اللقاحات اللي هو ما يسمى بالفيكتور فاكسين. وقلنا بأن هذه اللقاحات هذا الكوفيد 19 جزء من عنده يتم تحميله على فيروسات ضعيفة أخرى، وهذه الفيروسات الضعيفة الأخرى مثال عليها الأدينو فيروس، وهذا الفيروس حقيقة مأخوذ من حيوانات يعني بالتحديد الشمبانزي، لكن هو الأدينو فيروس أيضا يعتبر من الفيروسات الخطيرة اللي ممكن تصيب الإنسان بحوالي أربعة أنواع من يصيب أربعة أجهزة من أجهزة الجسم الإنسان. فالأدينو فيروس هذا اللي هو يعني شكله بالنتيجة يعني شكله بالتحديد يكون بهذا الشكل، يأخذ شكل السولر أو ما يسمى بالبيتر سولر بما شكل الشمس، أو شكل العضو الذكري بالزهرة. فهذا الأدينو فيروس هو طبعا دي إن إيه فيروس،
يتم تفريغه من الجين مالته بالكامل او جزء من عنده، ويحمل عليه شنو؟ ويحمل عليه جزء الجيني الخاص اللي انا اريد انتج من عنده لقاح للفيروس المعني اللي هو الكوفيد 19، وبالتحديد هو الجين المسؤول عن ما يسمى بالسبايك، يعني القطعه المهمه لعمليه الاتاتشمنت بالكوفيد 19. فيتم حقن هذا الجين، خلينا نقول عليه سبايك جين، يتم حقن داخل هذا الادينوفيروس بتقنيات عاليه جدا في مختبرات متطوره، يتم حقنه مع الابقاء على بعض يعني التفاصيل الجينيه للادينوفيروس نفسه، او احيانا يتم تفريغه بالكامل. المهم هذا السبايك جين يتم حقنه في داخل الادينوفيروس، فيكون هذا الادينو عباره عن حامل لهذا هذه القطعه الخاصه خلينا نقول عليها بالكوفيد 19، كوفيد 19 سبايك جين. هذا من بعد حقنه الى داخل جسم الانسان ياخذ يعني طريقين او يعني شكلين، اما ان يكون ريبليكيتيف، يعني شو ريبليكيتيف؟ يعني همين يصير همين يصيب الخلية المعنية، همين يؤدي إلى إنتاج فيروسات جديدة، لكن فيروسات جديدة هذه عادة تكون ضعيفة، حاملة بجزء من جين الكوفيد 19 ومحفزة للمناعة اللي قلنا عليها قبل شوية، إما التي سيل إما البي سيل أو اثنيناتهم، وبالنتيجة عندي ميموري سيلز، وكذلك عندي ما يسمى بالمونوكلونال أنتيبوديز اللي هو الميونوغلوبيني، أو يكون نون ريبليكيتيف. يعني شنو نون ريبليكيتيف؟ يعني فقط يصيب الخلية، فقط يدخل داخل الخلية مثلا، يدخل داخل الخلية ويسوي لها إصابة وينطيني أنتيجينات معينة، يعني ينطيني بروتينات معينة للفيروس اللي أنا أحتاجه اللي هو الكوفيد 19 سبايك جين، لكن without يعني بدون فيروسات جديدة، بدون أن يطلق فيروسات جديدة. وهذه التقنيات طبعا هذه التقنيات فيها كثير من التفاصيل. اللي يهمنا هنا انه عملية الاميون ريسبونس ايضا تتضمن تحفيز التي سيل والبي سيلز، وقلنا التي سيل هي عبارة عن تحديد السيتوتوكسيك تي سيلز، والبي سيل اللي بالنتيجة ينطين الانتي بوديز او ما يسمى بالاميونو جلوبولين. عملية التحفيز المناعي حقيقة هي عملية معقدة جدا، تحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لعله نوفق إلى أن يعني نعطيكم تفاصيل أكثر في حلقات قادمة. أتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله.